اليوم سنتحدث عن نظام ساند الهدف أنه يضيف شبكة حماية اجتماعية فلوس تندفع لك إذا تركت وظيفتك لمدة سنة متوقع أن اللي بيستفيدون منه أو بيحتاجونه نسبة بسيطة جدا موظفا بالتأمينات يحييك الله إلى منه انقطعت عن الشغل على هالخشب وليش أخذت واحد في المية اجمعهم سبعة في المية واصرف على هذا وهذا ستين ثلاثة أشهر متأخذ علي أنا هاي سؤال أني أخف أخف, أخف, أخف. خفضته أخفأ. وتأكد أني عملت على الأقل 36 شهر أيوة. علشان أستحق الإعانة ما شفت اللي يمكن روسيا الوحيدة اللي ما يأخذون على أحد صدر قبل أسبوعين لتأمين الشخص اللي يفقد وظيفته